بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في الرحلة الثالثة من رحلة حدوتة أو رحلة حضارة على موقعنا، موقع حدوتة كشفية. معكم أحمد يحيى من مصر. طبعا احنا اللي متابعين معايا من الحلقتين اللي فاتوا، احنا بدأنا رحلة حضارة من مصر. شفنا فيها في أول مرة رحلة حضارة، الحضارة المصرية القديمة والمراحل بتاعتها. شفنا في الحلقة اللي فاتت احتلال الفرس لمصر، نهاية الحضارة المصرية القديمة، احتلال الفرس لمصر، وبعد كده الإسكندر الأكبر، الدولة البطلمية، الدولة الرومانية، والحقبة القبطية في مصر. بشكر الناس اللي تواصلت معايا المرة اللي فاتت، وفي ناس كتير بعد اللايف كان عندها أسئلة وقدرت ان انا اجاوب عليها. النهاردة هنخش في جزء لا يقل أهمية عن الأجزاء اللي فاتت. هنخش على الحقبة الإسلامية، ومصر مرت بجميع الحقب الإسلامية اللي موجودة في التاريخ الإسلامي. مش بس كده، ده كان في بعض الحقب ما تعملتش إلا في مصر بس، يعني في بعض الحقب ما كانتش متواجدة إلا في مصر بس، ودي هنقدر نشوفها من سردنا للحقب. ما أعتقدش إن احنا هنقدر نخلص كل الحقب النهاردة، لأنها أكتر من فترة زمنية. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا ناخد الغالبية النهاردة، وهنكمل إن شاء الله بيهم المرة اللي جاية. طبعا علاقة مصر بالحضارة الإسلامية ما بدأتش من دخول عمرو بن العاص مصر، لا خالص، العلاقة كانت من قبل حتى نزول الإسلام، وكانت فيها علاقات تبادل تجاري بين شبه الجزيرة العربية ومصر. وطبعا كلنا اللي درس التاريخ الإسلامي يعرف إن كان المسؤول عن التواصل ده كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، من قبل الإسلام حتى كان هو مسؤول التبادل التجاري بين مصر وبين شبه الجزيرة العربية أو بين قريش يعني. مع نزول الإسلام طبعا علاقة شبه الجزيرة العربية أو علاقة الإسلام بمصر ما اتقطعتش. طبعا من مصر تزوج سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من السيدة ماريا القبطية، والمرة اللي فاتت قلنا القبطية يعني المصرية، وعشان المصريين كانوا بيدينوا بل مسيحية، فكلمة القبطية ارتبطت بكلمة المسيحية. ومع نزول الإسلام طبعا في وقت من الأوقات بعد بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يبعت رسل لحكام البلاد وحكام الأقاليم للدخول في الإسلام. بعت طبعا لهرقل عظيم الروم، بعت للنجاشي، بعت لملك الفرس، وبعت كمان لمصر. كان حاكم مصر في الوقت ده اسمه المقوقس، وبنقدر نشوف دلوقتي دي الرسالة اللي كانت مبعوثة من الرسول عليه الصلاة والسلام للمقوقس ملك مصر. طبعا شايفين الكتابة وشايفين الختم النبوي اللي تحت ده. مصر في الوقت ده كانت بشكل مختلف، يعني يمكن دي خريطة لشمال أفريقيا في الوقت اللي قبل الإسلام أو في ساعة الإسلام. هنشوف هنا، هنلاقي إن مصر متقسمة لأكتر من جزء. طبعا الفرمة اللي هي بورسعيد، القلزم، السويس، منفيس اللي هي جنوب القاهرة دلوقتي، في البهنسة، بني سويف، اسكندرية، بعد كده في تحت طيبة مع النوبة، في ليبيا الدنيا وليبيا القصوى، في إبراشات المشرق اللي هي بتضم سيناء وبداية بلاد الشام. و
إعادة أغلب الملوك اللي تلقوا الرسائل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دخلش يعني ما دخلتش مصر في حقبة الإسلام إلا في عام 18 هجريا، في عام 18 هجريا في عهد الخليفة العادل أو الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا ساعتها كان حصل فتح بيت المقدس، الجيوش الإسلامية وهي راجعة من بيت المقدس، عمرو بن العاص كان قائد فرقة من الفرق، اقترح على سيدنا عمر إن هو يتم فتح مصر، عشان مصر دي هي المدخل اللي كان يقدر يدخله بيه من أوروبا، كانت تقدر تهدد الشام وشمال الجزيرة العربية، وخصوصا ان مصر في الوقت ده كانت بتقع تحت حكم الروم، اللي هي كان لسه سيدنا عمر غالبهم في فتح الشام وبيت المقدس، فكانوا طبعا بيشكلوا تهديد ليه. فاقترح عليه عمرو بن العاص ان هو يفتح مصر، وقدر فعلا ان هو يتوجه بجيش من فرقة من الفرق، ودخل معاه كمان مش سيدنا عمرو بن العاص بس، لا ده دخل ضمت عليه فرقة تانية من شبه الجزيرة العربية. هنشوف دلوقتي اهي، دي خريطة بتبين طريق الفريق بتاع سيدنا عمرو بن العاص، وده الدعم اللي جاله من شبه الجزيرة من المدينة المنورة، ومرحلة فتح مصر، الفتح الإسلامي لمصر مرت بأكتر من حاجة. أولهم طبعا دخلوا من ناحية شمال سيناء وجوار البحر، ووصلوا إلى مدينة بقرب العريش، وصل الجيش وعسكر هناك، وكانت أول ما وصلوا عسكروا الوقت ده كان وقت عيد الأضحى، فشافوا الهلال، وعمرو بن العاص قرر ان هو يعسكره في المكان ده، وقال لهم الجملة المشهور جدا، يا جماعة احنا مش هنخش او مش هنبدأ التحرك، لاني الليلة ليلة العيد او المساء عيد. ولما استقروا في المكان ده اتعملت مدينة بعد كده، اللي هي الى الان في مدينة في شمال سيناء جنب مدينة العريش اسمها المساعيد، مدينة المساعيد جه تسميتها من الجملة اللي اتقالت في اليوم ده، احنا هنقف هنا لاني المسا عيد او المسا عيد او النهاردة ليلة العيد. والكلام ده كان طبعا العيد اللي هو 10 ذو الحجة سنة 18 هجريا، وكان موافق حوالي سنة 639 شهر ديسمبر 639. بدأت مواجهات تحصل في بلبيس في الشرقية لغاية ما وصلوا لمدينة عين شمس، وفيها حصلت موقعة بين جيش المسلمين والجيش الروم، وقدر جيش المسلمين هو يكسب لغاية ما راح حاصر حصن بابليون، وقدر ان هم يقتحموا الحصن بعد فترة. وتأكيدا للسيطرة على او طرد الروم من مصر، انقسمت فرقتين، فرقة نزلت للصعيد قضت على بقايا الروم، والفرقة التانية راحت للمكان المهم جدا، العاصمة المصرية في الوقت ده مدينة الاسكندرية، لان كانت بتعتبر هي المكان اللي بيمد الروم من الامبراطورية الرومانية في روما عن طريق البحر، وقدروا ان هم يتموا فتح مصر كلها سنة 641
ميلاد، يعني قعدوا حوالي سنتين لغايه ما تم الفتح الاسلامي لمصر، من سنه 639 لسنه 641. ومن هنا دخلت مصر الحقبه الاسلاميه اللي بدات سنه 641. مصر مرت بفترات كتيره جدا في الحقبه دي، ودايما المؤرخين بيقسموها ليه. مصر في العصر الراشدي او عصر الخلفاء الراشدين، ودي بدات من سنه 641 حتى سنه 661، قعدت حوالي 20 سنه، اللي هي عصر سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن ابي طالب. وبعد كده دخلت مصر تحت حكم الدولة الأموية. الدولة الأموية كانت من سنة 661 لسنة 750. وبعد انتهاء عصر الدولة الأموية دخلت عصر الدولة العباسية اللي استمر من سنة 750 لسنة 868. وهنا بقى حصلت التحول او المفارقة اللي هي بقى الغريبة شوية، اللي خلت مصر تبقى فيها حقب اسلامية بعيد خالص عن بقايا بقيت الدول الاسلامية. ايه اللي حصل في عصر العباسي؟ حصل يعني ضعف شوية في بعض الفترات، فاستقل ولاة مصر بمصر عن الدولة العباسية. فنشوف ان في مصر مع وجود الدولة العباسية في مكانها في العراق، مصر هنا كان فيها الدولة الطولونية من سنة 868 لسنة 905. بعد كده العصر الدولة الإخشيدية كانت في مصر بس برضو. بعد كده الدولة الفاطمية كانت في مصر وشمال افريقيا، بس كانت مقر الحكم او مقر الخلافة الفاطمية في مصر. بعد كده الدولة الايوبية اللي ضمت بقى شمال افريقيا والحجاز والشام كان مقرها في مصر. وبعد كده المماليك او الدولة المملوكية اللي يعني بيعتبروها استكمال للدولة او رجوع للدولة يعني بعد الدولة العباسية، كانت خلاص بقى مع نهاية الدولة العباسية على ايد المغول او التتار ودخولهم مدينة بغداد. وطبعا وصلوا وموقعة عين جالوت قطز، وبدأت من عهد قطز الدولة المملوكية. وبعد بعد الدولة المملوكية اللي انتهت سنة 1517 أصبحت مصر تحت العصر أو الحكم العثماني. وبعد كده سنة 1805 أسرة محمد علي لغاية سنة 1952 وبداية الدولة المصرية الحديثة. ده ملخص لمصر تحت الحكم أو الحضارة الإسلامية. مصر بس، يعني انا ما اتكلمش عن باقي الدول، لا مصر بس. مش هنلاقي بره مصر الدوله الطولونيه او الدوله الاخشيديه. الدوله الفاطميه كانت موجوده في شمال افريقيا، بس كانت المركز بتاعها في مصر. الدوله الايوبيه كانت موجوده في الشام وشمال افريقيا، بس كان المركز بتاعها مصر. الدوله المملوكيه بدات من مصر في ساعه معركه عين جالوت سنه 1261، كان مقرها مصر. طيب هنرجع بقى تاني لعصر الخلفاء الراشدين. طبعا قلنا خلاص ان تم يعني خلاص مصر كلها اصبحت تحت الحكم الاسلامي، وبنت اول مدينة. طبعا المساعيد كانت لسه يعني معسكر، ما كانش مدينة هي دي اللي بقى فيها الحكم. فقرر عمرو بن العاص ان هو يبني المدينة او العاصمة لكل دولته في مكان قريب من حصن بابليون.
التقاء فرعين فروع النيل، البعد عن البحر المتوسط عشان يبقى بعيد عن تهديد الرومان او الروم، بحيث ان هم لو بعتوا غزو عسكري يقدروا يجهزوا صفوفهم لو مثلا مدينة الإسكندرية وقعت او حاجة. كل ده عمل خلاهم يختاروا مدينة بعيدة عن البحر لبعد عن التهديد الروم. كان أهم حاجة في بناء العاصمة المسجد، لأن المسجد ما كانش بيعتبر في الوقت ده مكان لأداء الشعائر فقط، لا ده كان مقر للحكم ومقر بيت المال أو مقر تجميع أموال الزكاة والضرائب لتوزيعها على الدولة، ومقر القضاء كان مقر لكل، هو كان قصر الحكم كان المسجد. فأول مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية في مصر كان مسجد عمرو بن العاص أو المسجد العتيق أو تاج الجوامع أو مسجد الفتح، كل دي مساجد أو كل دي أسامي سميت لمسجد عمرو بن العاص. طبعا موجود شرق النيل إلى الآن موجود في مكانه، حصلت عليه بعض التغيرات هنشوف دلوقتي الصور. كانت وقت إنشاء المسجد مساحته حوالي 50 ذراع في 30 ذراع وليه 6 أبواب. حصلت طبعا عليه توسعات كتير، هنشوف دلوقتي شكل المسجد. ومسجد عمرو بن العاص هنشوف على مدار المساجد اللي احنا هنشوفها على مدار العصور الإسلامية، كان كل عصر بيتميز بشكل مختلف للمساجد. ده مسقط أفقي لمسجد عمرو بن العاص، ومعمول على الطراز القديم أو على طراز المسجد الرسول في المدينة المنورة. لو بصينا كده هنشوفه ان هو بنسبة كبيرة يعني مستطيل الشكل، لازم يبقى فيه صحن مكشوف موجود في النص، هنشوف ده بالصور بعد كده، وبتحيط ب4 مساحات. المساحات دي بتسمى أروقة، المساحات دي بتسمى أروقة، دايما بيبقى أكبرهم رواق القبلة اللي ناحية القبلة اللي بيبقى فيها مكان وقوف الإمام. وطبعا شايفين أدي الأبواب موجودة، ده صورة لمسجد عمرو بن العاص دلوقتي هنشوف اهي، دي فعلا مساحة الصحن المكشوف، وده رواق القبلة وده بقية المسجد المدخل بتاعه. المسجد طبعا كونه أول المساجد اللي اتبنت فكان بيتميز بالبساطة في تصميم. ده المدخل الرئيسي للمسجد، المأذنة الموجودة، المأذنة دي اتبنت في عصور لاحقة. يعني مسجد عمرو بن العاص أغلب المؤرخين بيؤكدوا إن شكله الحالي يعني مختلف بنسبة كبيرة جدا عن شكله اللي ساعة لما اتبنى، لأن أيام الحروب الصليبية تم حرق المسجد خوفا عليه من الوقوع في أيدي الصليبيين. طبعا هنشوف هنا المدخل المسجد كان على الطراز القديم اللي هو البوابة بتبقى خارجة عن المسجد، عشان الفنان عملها كده أو المعماري عملها كده عشان المصلي وهو داخل يتنقل من الحياة الدنيوية للحياة الدينية، اللي هو مرحلة يعني ايه اللي هو بيغير فيها نفسه او بيغير فيها تفكيره من التفكير الدنيوي للتفكير الديني. فكان لازم تتعمل مساحة كبيرة شوية في البوابة عشان يعني يبقى كأنها مرحلة انتقالية ما بين حاجة وحاجة تانية. وطبعا شايفين الشرفات اللي موجودة أعلى سور المسجد. أول ما بنخش في صحن المسجد موجودة طبعا الميضأة، مكان الوضوء، وكان بيقال بعض المؤرخين بيقولوا
ان المكان ده زمان كان هو مكان بيت المال. طبعا حاجة ثابتة في كل المساجد اللي هنشوفها، الميضأة بتحملها عبارة عن قبة تحملها 8 أعمدة، بتحملها 8 أعمدة. ليه؟ الفنان أو المعماري المسلم كان دايما بيمثل القبة دي إن هي الكون أو الدنيا أو الكرة الأرضية أو السماء. القرآن الكريم بيقول إن عرش الرحمن أو السماء كانت محمولة على قد إيه؟ عرش الرحمن محمول على 8، خلاص؟ أهي أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، فهنلاقي العدد ده لا يتغير في أي مسجد من المساجد على مر العصور، قبة وتحتيها 8 أعمدة. المنظر اللي ورا ده هو ده شكل الرواق، هنلاقيه بشكل مختلف في جوامع تانية، وهيتحول لإيوان في مرحلة من المراحل التانية، وهنعرف بعد كده لما نوصل لها الفرق بين الرواق والإيوان. دي صورة لشيء اللي باين ورا ده، ده حاجة اسمها دكة المبلغ. دكة المبلغ ايه؟ دكة المبلغ ايه الهدف منها؟ ده كان بيبقى مكان مرتفع موجود في مدخل رواق القبلة. الهدف منه ان ما كانش زمان قبل اختراع الكهرباء، كان الهدف منه ان بيقعدوا فوقيها اكتر من شخص، الاشخاص دي اصواتهم قوية جدا، كانوا بيرددوا ما يقوله الامام في الصلاة، اللي هي دلوقتي في بعض المساجد الكبيرة يمكن في 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 الحرمين في مكة والمدينة لازم يبقى فيه الإمام التاني بيردد ما يقول الإمام الأول في الصلاة بالذات، يعني عشان الناس البعيدة تسمع. فكان دكة المبلغ دي الهدف منها إن بيقعدوا فيها أكتر من شخص، الأشخاص دي صوتهم عالي جدا، بيرددوا ما يقول الإمام في الصلاة وخصوصا التكبيرات، عشان اللي بعيد عن رواق القبلة يقدر يسمع صوت الإمام ويصلي وراه. ده شكل لرواق القبلة اللي هيدقق في يعني اللي راح مسجد عمرو أو هيروحه هيلاقي إن الأعمدة بتاعته أعمدة رخامية، اتجاه بتاعتها مختلفة. يعني هنبص لو عملنا زوم شوية كده على اتجاه الأعمدة هنلاقيها إن هي طرازها مختلفة. ليه؟ لأن في الوقت ده تم تجميع أعمدة كانت موجودة في مصر من قصور قديمة وأماكن قديمة، وساعدت في بناء المسجد. المسجد هنا فيه ميزة المعماري المسلم عملها حلوة قوي، الأروقة ده اسمه صف من الأعمدة بالطول وبالعرض. المعماري المسلم لما جه يبني المسجد خلى إني لو أنا واقف بشكل قائم أو بشكل مستقيم سواء باتجاه أفقي أو باتجاه رأسي فمفيش أعمدة هتيجي في نص العقد بتاعي. يعني أنا وأنا واقف أهو شايف الطريق لغاية الآخر، لو بصيت يميني شايف طريق لغايه الاخر، لو بصيت يساري شايف طريق لغايه الاخر. طيب لو وقفت بقى بزاويه 45 هيحصل ايه؟ هلاقي فعلا ان في ده صف عمدان، هنلاقي ان ده لو بصينا هنلاقي ان ورا صف عمدان، هنلاقي هنا. فالمعماري عمل شكل معماري حلو جدا ان اي اتجاه انا واقف فيه سواء واقف بزاويه 0 زاويه 45 زاوية 90 زاوية 135 زاوية 180 مش هلاقي عمود بيقطع رؤيتي لغاية آخر المسجد. بقدر أجيب آخر المسجد من أي مكان أنا واقف فيه بأي زاوية.
زي ما انا بقول، دي لو بزاويه انا شايف اخر المسجد، ودي لو بزاويه 90 درجه فانا شايف اخر المسجد، شايف حتى الناحيه الثانيه، ومكمل معايا الناحيه الثانيه لغايه الحائط الناحيه الثانيه خالص. طبعا المساجد زمان ما كانش بيبقى فيها محراب واحد، لان كان كل ملك بيجي او كل خليفه بيجي او كل حاكم بيجي بيتم تجديد، بيعمل تجديدات وتوسيعات للمسجد وبيضيف جزء من الاجزاء باسمه. ده شكل ممكن من اقدم المحاريب والمنابر اللي موجوده في المسجد. طبعا هو محراب بسيط جدا معمول بخامه الجص، في عمودين بسيط جدا من الرخام مكتوب طبعا فيه انما يعمر مساجد الله من امن باليوم واليوم الاخر، وبعض الايات القرانيه. طبعا شايفين المشكوات الزجاج اللي كانت موجوده، طبعا هي دلوقتي بتستعمل فيها الكهرباء، انما زمان كانت بتضاء بالزيوت، بيبقى مكتوب عليها بعض الكتابات الاسلاميه الخطوط العربيه، وده المحراب اللي بيستعمل دلوقتي. طبعا محراب اكبر من المحراب الاولاني لو بصينا عليهم اهو، ومحراب مزدوج، يعني ده محراب واحد بس، تجويف واحد بس، لو بصينا ان هو هنلاقي ان هو محراب مزدوج، ادي تجويف وبعد كده راح عامل تجويف تاني جوه وعمل المحراب. وطبعا المنبر اكبر شويه من المنبر الصغر. طبعا الشبابيك كانت معموله من خامه الجص برضو، وطبعا من اشهر الحاجات اللي اتعملت في عهد الخلفاء الراشدين هو مسجد عمرو بن العاص. بعد طبعا نهاية عصر الخلفاء الراشدين دخلت جت الدولة الأموية اللي بتعتبر من أكبر الدول، و يعني هي في عصر الدولة الأموية تعتبر من أكبر الدول الحاكمة في التاريخ، ده بشهادة المؤرخين طبعا، وبلغت ذروة اتساعها في عهد الخليفة هشام ابن عبد الملك، كان الخليفة العاشر للأمويين، وانتقلت فيها طبعا العاصمة، عاصمة الدولة الإسلامية من سنة 1 هجريا حتى نهاية حكم سيدنا عثمان بن عفان كانت في المدينة المنورة. بعد كده اتنقلت إلى مدينة الكوفة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، وبعد كده مع الخلافة الأموية اتنقلت إلى مدينة دمشق في سوريا، بدأت تتوسع ووصل زي ما قلنا ذروة اتساعها في عهد الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك من أطراف الصين شرقا حتى جنوب فرنسا غربا، العهد اللي دخلت فيه الأندلس، فتحت أفريقيا اللي هي أفريقيا دي اللي هي اللي احنا دلوقتي بنقول عليها تونس والجزائر والمغرب والأندلس والسند وبلاد ما وراء النهر اللي هي الهند. ما كانش اهتمام الخلفاء ساعتها بيخرج عن مقر الخلافة، وعشان كده في مصر ما نقدرش نشوف آثار ترجع إلى العصر الأموي، مش موجودة. في آثار وجدت من عصر الدولة الأموية في كتير من الدول، إلا إن في مصر ما يعني ما فيش. طبعا من أهم الآثار اللي موجودة، طبعا هنشوف هنا خريطة لأكبر اتساع للدولة الأموية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، دي خريطة اهي، اللون الأخضر ده هو اللون الدولة الإسلامية، القائد علي الجامعة الأموية. أنا بص يعني أنا أهو كده حضرتك كتبت، أنا محضره لأن أنا بتكلم الأول عن مصر، إن إحنا ما نقدرش نشوف
آثار للدولة الأموية، إنما أنا هعرض ثلاث آثار من الآثار المهمة جدا في العمارة الإسلامية أو في الفنون الإسلامية. طبعا أشهرهم المسجد الأموي اللي بناه مظبوط الخليفة الوليد ابن عبد الملك، من أكبر المساجد وأقدمها. في عهد عبد الملك ابن مروان تم بناء مسجد قبة الصخرة الموجود في القدس الشريف، القدس الإسلامية. طبعا مسجد قبة الصخرة بني خصيصا للحفاظ على الصخرة المقدسة التي عرج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى السماء، في رحلة الإسراء والمعراج. بنى القبة يعني تحت القبة دي في الصخرة المقدسة. عشان كده طراز المسجد نفسه مختلف عن بقية المساجد بالقبة الذهبية والنقوش الفسيفساء والموزايك اللي كانت مشهورة جدا في عصر الدولة الأموية. يمكن اتاخد الطراز ده لأن في الوقت ده كان أغلب الآثار اللي كانت سايبينها الروم أو الرومان في سوريا كانت معمولة بالشغل الموزايك أو الفسيفساء. فالفنانين قدروا يعملوا أغلب الفنون بعد كده بنفس الطراز. من الأشكال المعمارية المشهورة جدا ويمكن أغلب دارسي العمارة الإسلامية بيدرسوها هي قصر عمرة أو قصير عمرة الموجود في شرق الأردن. من الأصول اللي كانوا بيعملوها الحكام للاستجمام والاستشفاء كانت بتتعمل في الصحراء، وكانت بتتعمل بطراز مختلف شوية، طراز يسمح بدخول الإضاءة والهواء، وكانت بتعمل فيها مكان للاستراحة ومكان للصيد ومكان للرياضة. فدي نقدر نقول عليهم هم أكبر في قصر المشتى في أريحة. دول يمكن أشهر ثلاث طرز معمارية، في كتير بس أنا بتكلم إن دول أشهر طرز معمارية موجودة من العصر الأموي. بعد كده العصر الدولة الأموية قلنا قعدت من سنة 662 لسنة 750، وبعد كده سقطت الدولة أو انتهت الدولة الأموية، وبعد كده جت الدولة العباسية قعدت من سنة 750 لسنة 1517. ده في المجمل in total من سنة 750 ل 1517 دي الدولة العباسية في المجمل، غير الحاجات اللي اتقطعت زي ما هنسردها في مصر أو في بعض الدول. اللي أسسها نسل العباس ابن عبد المطلب أصغر أعمام رسول محمد عليه الصلاة والسلام. وكالعادة اتنقلت العاصمة من دمشق إلى الكوفة، رجعت تاني إلى الكوفة، قعدت فترة، وبعد كده راحت مدينة الأنبار في العراق فترة، لحد ما جه الخليفة أبو جعفر المنصور وأنشأ مدينة بغداد، وعشان تكون عاصمة ليه. طبعا مدينة بغداد كعاصمة للدولة العباسية كانت من أكبر وأقوى وأجمل المدن في الوقت ده، قعدت حوالي مزدهرة بطريقة يعني أكتر من 300 سنة، وكانت في الوقت ده هي أكبر مدن العالم وأجملها، وكانت حاضرة العلوم الفنونية، كانت مصدر العلوم والفنون للعالم كانت بغداد. خلاص، وللأسف مع بداية خفوت نجم الدولة العباسية يعني بالتبعية بدأت تقل
او تخفت اصدار مدينه بغداد، واتنقلت العاصمه من مدينه سامراء، من مدينه بغداد الى مدينه سامراء، او يعني سامراء دي احنا ممكن نقول هي كانت بيطلق عليها سره من راى، لان هي كانت مدينه برضو جميله. وبعد كده رجعت تاني لبغداد خلاص، بعد حوالي يعني سامراء قعدت حوالي 40 سنه عاصمه، ورجعت تاني لبغداد. طبعا من اشهر العصور اصدارا للدوله العباسيه طبعا عصري هارون، الخليفه هارون الرشيد، والمأمون اللي هو ابن هارون الرشيد. برضو الدوله العباسيه ما سابتش اثار قويه، او ما سابتش اثار يعني نقدر نشوفها في مصر، الا اني سابت اثار ما نقدرش نغفلها. طبعا هنشوف برضو قائد علي، تمام، اوري حضرتك مدينه خريطه مدينه بغداد او العاصمه المدوره زي ما ذكرت. ده شكل الدوله العباسيه، دي خريطه لمدينه بغداد عند انشائها اهي. طبعا هي اجمل مدن في العالم بغداد، انا بتكلم بس على العصر بتاع الدوله العباسيه لما اتنقلت من 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 بغداد لسامراء، انما طبعا بغداد من المدن الى الان المحببه اللي هي بشكل شخصي يعني. انا ما زرتهاش، بس اتمنى طبعا ان انا ازورها، ومحببه ليا بشكل شخصي فعلا يعني. من الاثار الثانيه، لما اتنقلت العاصمه لمدينه سامراء او سره من راى، بني هناك الجامع الكبير. الجامع ده يمكن يعتبر من اكبر المساجد الموجوده من منذ القدم بشكله الحالي يعني، يعني منذ من ساعه ما اتبنى الى الان محتفظ بشكل كبير جدا، فعشان كده هو متفرد بان هو منذ انشائه كان من اكبر المساجد في الوقت ده، هو المسجد الكبير في سامراء. وطبعا مأذنته اللي هنجيبها تاني، المأذنة المشهورة بتاعته، المأذنة الملوية او مأذنة المسجد الكبير، مسجد سامراء. ومن اشهر الحاجات اللي اتبنت في الوقت ده في العراق برضو الجامعة المستنصرية اللي بناها الخليفة المستنصر بالله. دي من اشهر برضو زي ما قلنا في الدار الأموية، دي من اشهر الاثار اللي موجودة الى الان من عصر الدولة العباسية. في سنة 870 احمد بن طولون كان هو الوالي على مصر، وقدر ان هو يعني لقى ان في ضعف للحكام في الدولة العباسية، قدر ان هو يستأثر بحكم مصر ويستقل عنها عن الدولة العباسية. وكالعادة زي ما قلنا في بداية ان اول حاجة بتبنى في الدولة الاسلامية او في العصور الاسلامية هي المسجد، لان هي مقر الحكم. ان شاء الله نزورها باذن الله جميعا ان شاء الله، بغداد ودمشق وعمان وكل المدن العربية اللي بتحمل التاريخ والحضارة، لان كل ما فيش مدينة عربية ما فيهاش حضارة. احنا الوطن العربي هو اقدم متحف مفتوح للحضارات في العالم، شاء من شاء وأبى من أبى، الوطن العربي هو أقدم متحف مفتوح للحضارات في العالم بشهادة الغرب قبل شهادتنا احنا. أسس طبعا احنا العاصمة أيام الخلفاء الراشدين كانت مدينة الفسطاط، أيام الدولة العباسية كانت مدينة العسكر، كانت يعني مجاورة للفسطاط شوية، هنشوف دلوقتي خريطة. وبعد كده جه
احمل من طولون واقتطع جزء من مدينه العسكر ويضمها لارض فاضيه كانت موجوده جنبها، وعشان اقتطعها سميت القطائع. يبقى العاصمه ايام عصر الخلفاء الراشدين كان اسمها الفسطاط، ايام الدوله العباسيه كان اسمها العسكر، وايام الدوله الطولونيه كان اسمها القطائع. هنشوفها اهي، ادي حصن بابليون اللي تم محاصرته، بعد كده جنبيه اتبنت مدينه الفسطاط وجامع عمرو بن العاص او رقم واحد، وبعد كده مدينه العسكر وكانت فيها مقر الحكم ومركز قياده الجيش، وبعد كده مدينه القطائع اللي بناها احمد بن طولون. وهنشوف هنا مكان المسجد الطولوني. طيب احمد طولون لما جه يبني المسجد كان المؤرخين او المعاصرين لوقته ذكروا له ان مسجد عمرو بن العاص حصلت فيه حرائق، والنيل لما بيحصل فيضان المسجد ممكن يغرق. فلما جه يبني المسجد قال ما قلته الشهيرة جدا، انا عايز مسجد لو غرقت مصر كلها ما غرق، ولو احترقت مصر كلها ما احترق. يعني انا عايز مسجد لو الفيضان غرق مصر كلها المسجد ده ما يغرقش، ولو حصل حريق في مصر كلها المسجد ده ما يتحرقش. وفعلا حصل لي ما طلب، بني المسجد على جبل، جبل اسمه جبل يشكر، مش جبل هو تل عالي عن الارض اسمه جبل يشكر، وابتدى في بنائه سنة 877 وانتهى سنة 879، قعد حوالي سنة ونص يتبني المسجد. وطبعا قعد أصبح ثالث مسجد في مصر بعد مسجد عمرو بن العاص ومسجد العسكر. يعني المسجد العسكر مش موجود أثر ليه إلى الآن، ورغم ترتيبه الثالث إلا إني هو يعتبر أقدم مسجد في مصر محتفاظا بحالته. مسجد عمرو بن العاص اتغير كتير، اتحرق واتهدم واتبنى كتير، فشكله الأساسي اتغير، تقسيمته الأساسية اتغيرت. جامع أحمد طولون لا، جامع أحمد طولون من ساعة بنائه سنة 879 إلى الآن بنسبة كبيرة جدا تكاد تقترب من الـ 95% محتفظ بشكله. حصلت عليه بعض التطورات وبعض الترميمات، الا ان تقسيمته وشكله وزياداته زي ما هي، وهو من اكبر مساجد مصر لان في جزء اسمه الزيادات، مساحته بالزيادات 6.5 فدان. وبيطلق عليه المعماريين مسجد معلق. يعني ايه مسجد معلق؟ المسجد لازم نطلع له بسلالم، سلالم على مرحلتين. يعني المسجد احنا نتخيل المسجد ده كان عامل ازاي زمان. يعني احنا دلوقتي انا لما بروح طبعا مع تسوية الشارع اللي بيحصل مع الاسفلت اللي بيتحط، الطبقات دي كلها بتعمل بتقلل الارتفاع. بس خلو احنا لما بروحه بطلع الاول على ممر على جبل، وبعد كده بنطلع حوالي 10 درجات سلم عشان نوصل لمدخل الزيادة، بعد كده جوه الزيادات بنطلع حوالي 10 درجات تانيين عشان نخش المسجد. فنتخيل بقى قبل الردم اللي حصل حوالين المسجد ده كان ارتفاعه قد ايه. فعشان كده هو بيسمى المسجد مسجد معلق او من المساجد المعلقة. طيب برضو زي ما شفنا في مسجد عمرو بن العاص خريطة للمسجد، هنشوف هنا طبعا دي خريطة للدولة الطولونية كانت بتضم مصر
والحجاز اللي هو غرب شبك الجزيرة العربية مكة والمدينة لغاية شمال اليمن، وغرب بلاد الشام اللي هي فلسطين اللي هي القدس ودمشق وبيروت وأنطاكيا وطرطوس في جنوب تركيا دلوقتي. ده مسقط للمسجد الكبير أو مسجد أحمد بن طولون. الجزء ده كان مبني يعني كان يكاد يقترب من الجبل بشكل مباشر. هنا كانت الزيادات اللي اتعملت عشان يتعمل الأبواب والسلالم. ممكن شايفين هنا تقسيمة الأبواب وتقسيمة السلالم والمسجد برضو صح مكشوف تحيط به الأروقة من الأربع جهات. طبعا أكبرهم رواء القبلة بيتكون من خمس صفوف، والرواقين الثلاث أروقة التانيين بيتكونوا من صفين من الأعمدة. طبعا دي الزيادات اللي حصلت عليها، ده اتجاه القبلة، وهنا دي مكان المأذنة. المسجد زي ما قلنا أحمد بن طولون قال مقولة، أنا عايز لو مصر كلها غرقت المسجد ما يغرقش، فالمسجد اتبنى على تل علي، ولو مصر كلها اتحرقت المسجد ما اتحرقش، فعشان كده اتبنى بنوع من الحجارة اسمها الأجر. الأجر ده نوع من الحجارة بيتحمل درجة الحرارة ده. زي ما شفنا في جامع عمرو بن العاص قبل كده، ما ينفعش عمود بشكل فردي، فحصل حاجة اسمها كتف. المعماري عمل حاجة اسمها كتف. يعني ايه كتف؟ يعني انا ببني جزء اهو، جزء مربع او مستطيل من الاربع نواحي، من الاربع اركان بتاعته بعمل شكل العمود، بعمل شكل العمود، انما هو مش عمود، لا هو من الحجر نفسه اللي مبني بيه المسجد ويسمى كتف. هنشوف هنا اهو برضو العقود، العقد المدبب وبعض الزخارف الهندسية النباتية اللي موجودة على المسجد. طبعا لنفس السبب ما اتعملتش شكل القبة المعتاد عليها اللي بتحملها الثمان أعمدة في للميضاء. المسجد في حاجة مختلفة عن بقية المساجد، وهي الشبابيك بتاعته. المسجد فيه عدد شبابيك يتعدى 100 حاجة و 60 شباك، يعني في الحدود 165 شباك او حاجه. الشبابيك دي معموله بالقص او بالجبس المفرغ. من روعه الفنان ان مفيش تصميم مكرر في شبابيك المساجد. يعني لو هم 165 شباك فهم فيهم 165 تصميم مفرغ للشبابيك. ليه؟ لكسر الملل.
يعني مش كسر الملل، لا، يعني المسجد ده كان هو زي ما قلنا هو مقر لكل حاجة في الدولة، مقر الحكم، مقر الصوت، في مشكلة الصوت مظبوط كده، هو مقر المسجد، هو مقر الحكم، مقر بيت العدل أو المحكمة، مقر الصلاة، مقر كل حاجة. فالناس موجودة فيه في العام، يعني طول الوقت. فكان المعماري قرر ان هو يختلف، يعمل كل شباك بشكل بحيث اللي بيخش المسجد كل صلاة يعني ويقعد في مكان يلاقي، يعني يبقى اتنقل، يحس ان هو يعني دخل مكان تاني، مش كل مرة بيقعد لنفس الزخارف ونفس، لا، لتعلق، يعني هما كان سبب تعلق ان هما زيادة ان هما عايزين يزودوا تعلق الناس بالمسجد، ان هو مش هعمل لك عملية الزهق اللي بيحصل، مش زهق، انا مش يعني مش هقول زهق، لان طبعا ما حدش بيزهق من دخول المساجد، بس ما زي ما قلت هو مش دخول، هو ما كانش الغرض من دخول المساجد زمان بس الصلاة، لا، الصلاة كان بيبقى وقتها وبيمشي. انا بتكلم ان هو كان مقر كل حاجة، فكان اغلب الوقت الناس بتبقى موجودة، يعني اغلب الناس الوقت في طول العام الناس كانت بتبقى موجودة في المسجد. ده شكل الميضأة من جوه، مكان الوضوء من الداخل. الصوت كده مظبوط ولا برضه بيشوش؟ طيب الفنان المسلم بقى هنا او المعماري، بنشوف هنا قدر ازاي بطريقة يعني بسيطة جدا يحول الشكل المربع لشكل دائري، يعني هي شكل قاعدة الغرفة قاعدة مربعة، ازاي بقدر احوله لشكل دائري اللي هو القبة، عن طريق هندسة معمارية اسمها المقرنصات، اسمها المقرنصات اللي احنا شايفينها في الاركان هنا. المقرنصات دي يعني استمد شكلها من يعني لو بنشوف الكهوف الجليدية، بنشوف الجبال الجليدية، بنشوف ان داخل الكهف بتبقى المية مجمدة في ونازلة من السقف كده اهو، بيلاقوا ان يعني المهندسين لقوا ان المكان ده الصوت بيشوش، لقوا ان المكان ده هو اصلب مكان او اقوى مكان موجود في الجبل. الفنانين او المعماريين المسلمين خدوا الطراز ده وبدأوا يعملوا بيه تغيير الشكل المربع الى شكل دائري، يا اما عن طريق المثلثات الدائرية، كانوا بيعملوا شكل مثلث قاعدته دائرية كده، يا اما كانت عن طريق المقرنصات، والمقرنصات هنشوفها بعد كده باشكال اقوى في المساجد اللي بعد كده. ده شكل دكة المبلغ اللي موجودة في مسجد احمد بن طولون، وطبعا قلنا يعني ايه دكة المبلغ، اللي كان بيقف عليها من يردد التكبيرات خلف الامام. مسجد احمد بن طولون في ميزه، لما اتبنى بالحجر واصبح معمول عليه الكتف مش العمدان،
اصبح عند المعماري مساحة يقدر يعني يبدع فيها في الفن، مساحة يقدر يعمل فيها زخارف نباتية وكتابية غاية في الروعة. شايفينها زخارف نباتية، وهنا حتى على العقد عملوا زخارف كتابية لآيات من القرآن الكريم اهي، ممكن شايفينها هنا بشكل اكبر، زخارف نباتية جميلة جدا. قدر على تيجان الأعمدة ان هو يعمل تيجان بزخارف نباتية بشكل مش موجود تاني في بعض العمارة الإسلامية. شايفين اهو الشبابيك الجبس اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، وروعة الزخارف ودقة الزخارف اللي معمولة فيها. محراب المسجد، وزمان برضو لنفس مشكلة عدم وجود الكهرباء والصوت، يعني لسه بنتكلم على الشبابيك اهو، يعني لسه بنتكلم وشفنا شباك بشكل او بطراز فني، هنشوف دلوقتي الشباك اهو بطراز تاني. ولو بصينا هنا هنلاقي بطراز تالت خالص. دي اللوحة الخشبية اللي موجودة أعلى المحراب اللي مكتوب فيها تأسيس المسجد. وهنا الفنان جمع في بناء أو زخرفة المسجد ما بين الحجر والجص والخشب. عمل حاجة تانية كمان، حل مشكلة الصوت عن طريق قبة تعلو المحراب، عن طريق قبة بتعلو المحراب. الهدف من القبة دي أولا الإضاءة، لأن ما كانوش بيحطوا في المكان ده إضاءة، كانوا بيسيبوا في الصبح بالذات الصلوات اللي هي الظهر والعصر والمغرب، كانوا بيسيبوا الإضاءة الطبيعية موجودة لإضافة نوع من الروحانية على الصلاة. ده الهدف المعماري أو الهدف الديني. إنما الهدف المعماري كان القبة بتعمل ترديد للصوت أقوى، بتعلي الصوت أو بتضخم الصوت، فكانت وسيلة من الوسائل اللي بتخلي الصوت يعني يترد في المسجد وراء الإمام بشكل أفضل. طبعا هنا محراب مزدوج، والمحراب المزدوج مختلف عن مسجد عمرو بن العاص. يعني عمرو بن العاص كان مزدوج بس كان في عمودين بس، هنا في أربع أعمدة. هنا محراب في أربع أعمدة، المنبر خشبي موجود على يمين الإمام أو على يمين المصلين من ناحية المحراب. من شوية قلنا المسجد سامراء والمأذنة الملوية. أحمد طولون لما جه يبني المسجد بتاعه، يعني مش هنقول اقتبس، لا، هو المعماريين زي ما بيحصل دلوقتي، ممكن ان انا باخد شكل من اشكال العمارة المتميزة والمتفردة وبعملها بشكل تاني. مأذنة أحمد طولون هي يعني مأذنة مختلفة تماما ولا نراها في اي مكان تاني في مصر ولا في الوطن، يعني ولا في الدولة الإسلامية. يمكن هو هي والمأذنة الملوية هي بس اللي اشكالهم مختلفة عن بقية المساجد المأذن. المأذنة بتتكون من اكتر من مستوى. المستوى الاول مربع الشكل، سلالمه داخلية، بعد كده بنخرج الى شكل اسطواني، السلالم بتاعته بتبقى خارج المأذنة، بعد كده بنطلع الى جزئين اصغر، جزء الجزئين ثمانيين الشكل، وتعلوهم رأس المأذنة عن طريق قبة فيها قنوات. الشكل منفرد متفرد تماما عن بقية المأذن اللي شفناها قبل كده واللي هنشوفها بعد كده، وهنلاقي ان كل طراز او كل عمارة من العمارة
العمارة الإسلامية ليها طراز للمآذن. المأذنة زي ما قلنا في الأول هي خارج المسجد، ده شكل من أشكال الأروقة بتاعت المسجد. نشوف قد إيه روعة الفنان أو المعماري المسلم. يعني إحنا لو جبنا المهندسين اللي موجودين معنا أو الفنانين اللي موجودين معنا، لو عملنا رسم بالمنظور نقطة تلاشي واحدة، لا يعني ما اعتقدش ان هي لو عملناها بالقلم والمسطرة مش تطلع مظبوطة زي ما التصميم اللي تنفذ فعلا مظبوط بالشكل ده. طبعا السقف من العتبات الخشبية، الإضاءة طبعا كانت بالمشكوات الزجاجية المزخرفة بالكتابات القرآنية، والزخارف اللي بتحلي السقف والعقود، زخارف كتابية نباتية. وطبعا الدولة الطولونية قعدت حوالي 36 سنة في الحكم، وبعديها جه وزير من وزراء الدولة الطولونية اسمه محمد ابن طغ الإخشيد، وأسس الدولة الإخشيدية، يعني استمر على نهج الدولة الطولونية، وقعدت حوالي 34 سنة، وانتهت بعصر الخليفة كافور الإخشيد. وقدرت ساعتها الدولة الفاطمية ان هي تضم مصر ليها، ومش تضم مصر بس، لا ده لمكانة مصر في الرائدة في الوقت ده، نقلت الخلافة او نقلت مقر الخلافة بتاعتها من المغرب اللي كانت موجودة فيها الدولة الفاطمية في الوقت ده الى مصر. وطبعا مش حابب اطول عليكم المعلومات تخش في بعض كده، فاحنا هننهي الحدوتة بتاعتنا النهاردة بالدولة الإخشيدية، وإن شاء الله هنستكملها المرة الجاية ببقية الدول اللي مرت على مصر: الدولة الفاطمية، الدولة الأيوبية، الدولة المملوكية، والدولة العثمانية أو آثار أسرة محمد علي. أتمنى أن أنا أكون ضفت معلومات جديدة أو زودت المعلومات اللي عند أغلب القادة أو أغلب الناس اللي بيشوفونا. طبعا أنا هكون سعيد بأي سؤال يتسأل، وإن شاء الله نشرحه المرة الجاية. النهاردة أخذنا الحضارة الإسلامية أو رحلة حدوتة أو رحلة حضارة الإسلامية في مصر، بدايتها عصر الخلفاء الراشدين، العصر الأموي، العصر العباسي، والدولة الطولونية والدولة الإخشادية. شفنا أكتر من مثال لعمارة إسلامية موجودة في مصر. إن شاء الله المرة الجاية هتكون الحلقة كمان يعني أقوى من كده في العرض، لأني كل ما بيبقى العصور بتقدم كل ما الإنتاج بتاعها بيكتر. فنشوف ان في العصر الدولة الفاطمية كان في ثراء معماري، في عصر الدولة المملوكية كان في ثراء معماري مهول، مش من حيث الكم، لا من حيث الكيف والحجم. يعني هنشوف، يعني مش عايز يعني احرق لكم المواضيع اللي جاية. ان شاء الله نلتقي يوم السبت الجاي بإذن الله، اراكم ان شاء الله على خير، وشكرا على استماعكم ومتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.